رئيس اللجنة الأولمبية الكابتن رعد حمودي: لن نتقاطع مع الحكومة وسننتظر قرارات القضاء العراقي. نتابع. يعني شفت اليوم انتخابات أجريت للخبراء الرياضيين وأيضا الاتحاد الغير أولمبي والعنصر النسوي والرياضية الأولمبية والرياضي الأولمبي، هؤلاء يمثلون 11 شخصية رياضية سينضمون إلى جمعية عمومية غدا إن شاء الله. يعني أول شيء إحنا والدولة والحكومة لا يمكن أن يكون هناك تقاطعات، لا يمكن، إحنا ملزمين بالتعاون والتنسيق مع الدولة والحكومة، هذا واضح للجميع، لا تقاطعات لا نزاعات، خاصة مع وزارة الشباب والرياضة اللي هي واجهة الحكومة والدولة. بالتأكيد إحنا نحترم دائما ونحترم وجهات النظر الحكومة والدولة، إنه لها وجهة نظر في الانتخابات، وأيضا اللجنة الأولمبية الدولية لها وجهة نظر بالانتخابات، وعليه اختارينا السبيل الوحيد اللي ما ممكن يعرضنا إلى مشكلة مع اللجنة الأولمبية الدولية من خلال هذه الانتخابات. ما معناه؟ نحترم القانون العراقي، نحترم الدولة العراقية، لا مزايدة على هذه الأمور في طريق والله جذب انتباه. نحترم القانون العراقي، أقولكم إياها بكل صراحة، أنا على رأس الهرم الرياضي في اللجنة الأولمبية، اسمعوا من عندي، احترامنا واجب للقانون العراقي واحترامنا واجب للحكومة والدولة العراقية. نعم، نحن مع أي قرار قضائي قانوني أنه يستند على القانون العراقي يقول هذه الانتخابات غير صحيحة، سنكتب أيضا ونلتزم بالقضاء والقوانين العراقية.